نور، محطتنا الختامية لليوم مع إبداع سوري ومسؤولية تجاه الأرض وإعمارها. ومن مصر تم تكريم المهندس السوري طارق المصري في القاهرة من قبل مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب عن البحث الذي قدمه، وهو استراتيجية إعادة إعمار مدينة حلب القديمة. يذكر أن المهندس طارق من اختصاص هندسة عمارة وحصل على الماجستير من جامعة حلب، وحاليا موفد بمنحة دكتوراه لجامعة القاهرة وفق اتفاقية التبادل الثقافي بين سوريا ومصر، وعضو بلجنة التراث بنقابة المهندسين بحلب، وعضو جمعية العاديات بحلب. ليان، لنتعرف بشكل أكبر على المشروع بصرنا نرحب معنا من القاهرة عبر الاتصال الهاتفي المهندس طارق. يسعد صباحك وألف مبروك التكريم. صباحكم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيكم. من مصر أم الدنيا وأرض الكنانة، بحب أوجه تحية لكل الفريق الإخبارية السورية ولكل شرفاء السوريين في كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية، وبحب أوجه تحية لرجال الجيش العربي السوري، خاصة بالإنجازات والانتصارات اللي حققوها بمدينة دير الزور، وتحية لقائد الوطن المفدى سيادة الدكتور الرئيس الشيخ حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية. نعم، أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق. بالبداية خلينا نتعرف منك على مشروعك يلي حمل عنوان استراتيجية إعادة أعمار مدينة حلب القديمة. تمام. بصراحة هو المشروع عبارة عن بحث أنا قدمته للمؤتمر العربي الأول للترميم لإعادة الأعمار. هذا رح يصير بالإسكندرية، ورح يتم بمشاركة نقابة المهندسين السوريين ونقابة المهندسين العراقيين. وكان طبعا المشروع هو أنا اخترت الحالة الدراسية هي مدينة حلب باعتبار من مدينة حلب، وحاولت يعني بالمشروع أنه يعني أحاول أنه في تحليل تجارب كثير يعني من الواقع، ونفس الوقت حاول في حللت تجارب عالمية بإعادة الأعمار، خاصة تعرضت للحروب والكوارث، وحاولنا بالمشروع نقدم مثل استراتيجيات، يعني استراتيجيات تكون يعني ملموسة بنفس الوقت، وخاصة بحلب إنه بتظهر كثير بالمعالم والأبنية الأثرية المميزة. والحمد لله يعني ان شاء الله تعالى هي يعني الاستراتيجيات ان شاء الله راح تطبق ان شاء الله ارض الواقع، وراح نشارك ان شاء الله جميعا باعاده الاعمار ان شاء الله. ان شاء الله. طارق، خلينا نحكي عن اختيارك لهيدا لهيدا المشروع واهميته، باعتبارك ابن حلب الشهباء وخريج جامعتها. خلينا نحكي عن اهميه هيدا المشروع كخطوه اولى في اعاده الاعمار. شو اهم شيء اعتمدته بهيدا المشروع؟ هلا بصراحة في كثير شغلات يعني هي أساسية أو أنا حطيتها يعني أو يعني بعين الاعتبار. أول شيء إنه لازم بالبداية إنه في صراحة أولويات تدخل في مرحلة إعادة الأعمار، يعني في أولويات أهم الأولويات يعني لازم إنه نحطها بعين الاعتبار بالبداية. أول شيء هلا في عنا أجزاء كثير متبقية من المباني ممكن نستفيد منها، يعني لازم انه مثلا هلا في بعض يعني المباني فيها حجاره، في شغلات ممكن نفرزها نستفيد منها ونستخدمها باعاده الاعمار. ثاني شيء لازم صراحه يكون اعاده الاعمار تكون من مشاركه جماهيريه من سكان المدينه القديمه، لأن سكان المدينه القديمه هن عرفانين او اكثر درايه ب إعادة الأعمار، يعني عارفين إنه مثلا نحن بدنا هون نرجع الطابع القديم أو النسيج التاريخي للمدينة القديمة. وكمان نفس الوقت لازم يكون عندنا هلا بهالمرحلة نجمع جميع المخططات المعمارية اللي بتلزمنا لمرحلة إعادة الأعمار. ليش؟ باعتبار هلا في مأذنة الجامع الأموي اتدمرت، المأذنة هلا من قبل جرى ترميمها، ونحن الحمد لله في كثير مشكوره في لجنه تراث نقابه المهندسين وفي مديريه المدينه القديمه كلهم اشتغلوا، وجمعيه العاديات والنقابه المهندسين اشتغلوا بترميم مأذنه الجامع الاموي. فنحن هلا نحاول اكبر قدر نكون عندنا بنك معلومات لكل شيء، حتى يعني حتى هلا المأذنه هي يعني موجود كل المخططات المعماريه
والتنفيذيه بشان يعني بشان كان بالترميم يعني نعم. ترميم هذا احنا ان شاء الله تعالى انه اهم شيء هلا حاليا انه نحاول نحافظ او نحفظ الـ يعني الاجزاء المتبقيه موجوده من المباني المدمره نحافظ عليها انه نستفيد منها بحال في هذا الامر.